اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم لا تدع لنا أجمعين في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم نصرك الذي وعدت المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم نصرك الذي وعدت المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رجزك وبأسك وسخطك وعذابك إله الحق على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك ويعتدون على عبادك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونستعيذ بك من شرورهم، ونستعين بك عليهم. اللهم اسحتهم بسوط عذاب من عندك تريح به المسلمين من شرهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عاجل عقوبتك وسريع أخذك يا قوي يا عزيز. اللهم أدخلهم في ردغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط بعضهم على بعض. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، ورد كيدهم في لحورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين بالفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم كما فلقت البحر لموسى وقومه، ففرج هذه الأزمة عن المسلمين يا أرحم الراحمين، ونفس كروبهم أجمعين. اللهم فرج عن المستضعفين من عيالك يا أرحم الراحمين. اللهم قد سدت الأبواب إلا بابك، وأغلقت الطرق إلا إليك. اللهم فرج هم المسلمين يا أرحم الراحمين، ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين. اللهم وفقهم لما يرضيك، واجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان بأحسن الفرج يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا عن صاحب نبيك عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة في يوم الجمعة. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفلا. اللهم هذه أيدينا وأيدي عبادك أجمعين إليك بالضراعة في هذه الساعة، ترى مكاننا وتسمع أقوالنا وتعلم ما توسوس به نفوسنا، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، فاقض ما في علمك من حوائجنا وحقق مرادنا لديك يا أرحم الراحمين، واستجب دعواتنا إنك أنت الأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات في كل مكان، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.